طلع الاهلي امبارح، حتى كنا جايبينه احصائيه امبارح، الاهلي على غير العاده كان بيشتغل من العمق اكتر بكتير من امبارح. بالظبط كان، انت عارف يا كريم النادي الاهلي عنده مميزات كتيره جدا، بيلعب مثلا الجبهه بتبقى جبهه ثلاثيه ما بين علي والشحات وامام، الناحيه الثانيه نفس القصه بتبقى السوليه وهاني وبرستاو، الراجل قفل القصه دي. هم فضلوا النادي الاهلي يلعب على الحته بتاعت اسمه السوليه وامام لغايه ما جاب الجون فيها، صح، بس قفل المباراه. نادي الزمالك كان مقفل كل المباراه، ومن النقط الحلوه جدا اللي المدرب نادي الزمالك عملها كان المان تو مان اللي متعمل على نيدفيد و من اوباما، دي كانت من الحاجات اللي كانت عجباني جدا جدا في المباراه. كان للسوليه مان تو مان مع عبد الله السعيد، ما كانش بيسيبه في الملعب، الله ينور عليك، اقعد اتفرج من اول لقطه في الثانيه 17 صح. هتلاقي في التحام بالكره اللي جت في وش عبد الله السعيد، هي لا هو كان في يعني لو تاخد بالك كان في شغل حاصل، لا هو لو تاخد بالك كابتن، انا قلت ليه الاثنين مدربين كانوا مذاكرين بعض كويس قوي، هتلاقي في كل حاجه كان في مان، يعني عمر جابر مع حسين الشحات راح وراه في كل حته، كان حتى لما بيجي يخش، بس لما بيستلم حسين الشحات من الطرف ويجي يخش للعمق كان عمر جابر كان معاه، نفس القصه برضو ابو الفتوح مع بيرستاو، كان برضو محمد هاني في المان بتاعه مع مصطفى، نفس القصة علي معلول مع زيزو، بس أنا بقول تغيير يعني إصابة زيزو فرق جدا جدا مع نادي الزمالك. ليه فرق؟ شيكابالا ما قفش بالدور؟ لا ما أداش الأداء اللي هو كان منتظرينه يعني في المباراة، لأن كان لازم يمسك كرة كويس، لازم يعمل أداء أحسن من كده، كان عنده خبرات، هو عنده خبرات، لازم تهدى على نفسك، كان كل كرة بيتسرع بيها جدا وبيلعب من لمسة أو لعبة أو كان متسرع يعني، كان برضو الأجواء وجمهور كانت حاطه ضغط على كام لعيب، يعني من الضغط اللي كان موجود على اللعيبه امام كان مضغوط جدا، عشان كده ادى اداء يعني انا شايف ان الناس ادته احسن لاعب عشان هو جاب الجول بس هو ما عملش حاجه، يعني هو ما اداش الاداء المطلوب منه. الشوط الاول تحديدا ما كانش جيد خالص، الشوط الثاني تحسن ولا الشوط الثاني نسبيا يعني اقصد الشوط الاول فعلا ما كانش موجود، واتصور ان هو كان مضغوط برضه تلعب قدام الزمالك اول ماتش، ما هي دي النقطه. انا مش مضغوط بس امام، يعني امام كان بعيد عن الضغط، هو كان عيان واخد دور برد جامد جدا، كان سخن وكان تعبان جدا، ودي اثرت وطبيعي جدا انها تاثر على ادائه، مع ان ما كانش قادر ان هو يقوم بالواجبات من كتر الضغط اللي كان عامله نادي الزمالك على النادي الاهلي وفترات كبيره جدا في المباراه، ما كانش قادر يقوم بواجباته الهجوميه والدفاعيه على اكمل وجه. هديك نقطه بقى على كلمه الضغط، وهو كان عايز يعمل حاجه ويحسس ان جمهور نادي الزمالك، في اول كوره ليه لما مسك الكوره حط الكوره تحت رجله كده وعمل كده، دي انا بالنسبه لي ان واحد عايز يقول للجمهور الزمالك انا امام، انا عايز هعمل النهارده كذا وهعمل كل حاجه في الكوره، ده انا بالنسبه لي يعني لو انت لو الكوره دي عندك، انا شفتها في الماتش حتى لولا زيزو زقه كانت ممكن تبقى هجمه خطره جدا في بدايه المباراه لنادي الزمالك. صحيح. امام يعني انا الحمد لله كابتن لعبت ايه اهلي وزمالك، فانا عارف لما بتيجي تلعب اول مباراه ليك قدام النادي المنافس بتاعك بيبقى في ضغط جامد جدا جدا عليك قوي، حتى لو انت لعبت ديربي كتير بيبقى في ضغط رهيب عليك. حصلت لك يا كابتن حسن؟ انا يعني انا حصلت لي وانا اول مباراه ليا قدام نادي الزمالك طلعت بعد الشوط الثاني وانا في الاهلي، ولما رحت نادي الزمالك كان اوحش مباراه ليا، اوحش مباراه ليا مع قصاد النادي الاهلي لما كنت في نادي الزمالك. عظيم.